التواصل يستمر مشاهدنا الكرام في هذا الصباح وبهذه التحديات وبهذه الإثارة، حيث ناتي مع انطلاق شوطنا الثاني والمهجنات الأصيلة للإذاع بعدما تابعنا انهار علي بن حليس بن سعيد العفاري 9:12 من الثواني. فتهانينا وناموس على فوز انهار وحصولها على المركز الأول مع أول الأشواط هذه الفترة الصباحية. شوطنا الثاني والمهجنات الأصايل أعلنت انطلاقها منذ لحظات في هذا الأبداع. مقدمة الشوط والمركز الأول بلقى مياسة مع المركز الأول، مبارك بالعود بن حمد بالعود العامري يقدم مياسة مع المركز الأول في هذه اللحظات وبهذه التحديات المستمرة. بينما نتابع مشاهد الكرام بعد اللي هي أيضا مياسة مع المركز الثاني، نتابع وناتي كذلك مع اللي هي أيضا طرفاشة منصور بن سهيل بن هية العامري قدم طرفاشة على مستوى المركز الثاني في هذه اللحظات وبهذه التحديات المستمرة. أتابع المركز الثالث في هذا الانطلاق وتقدم معاه فايف ومحمد بن هلال بن حربي الخيلي، قدم هفايف مع المركز أيضا الثالث في هذه اللحظات. يا سلام، اسم تراثي وجميل مشاهد الكرام أيضا يتابع وكذلك أيضا يرافق هذا الشعار، شعار أيضا محمد بن هلال بن حربي الخيلي من أحد الشباب أيضا المتابعين هذه الرياضة العربية الأصيلة، وقدم كذلك أيضا هناك هلال بن حربي الخيلي النوعيات والإبداعات أيضا مع نزو وكذلك فرحة وكذلك أيضا الشويكية والكثير والكثير أيضا من الأصايل من قدمها هذا الشعار. شد الهمة يا محمد وسير نحو هذا الخط المستمر أمامك. بينما أتابع أيضا هناك مشاهد الكرام هذا المركز الرابع، المركز الرابع بلقى أيضا اللي هي تتقدم وتأتي الشامخة، محمد بن يمعة بن محمد بن كلهم الخيلي يقدم الشامخة مع المركز الرابع. المركز الخامس، المركز الخامس شوف تابع معانا المركز الخامس وقسيورة السيل بن محمد بن أحمد الوهيبي، يا سلام عليك حافظ على هذا الاسم يا ابن برزمان على هذا الاسم قسيورة، يا سلام عليك. يتقدم مع المركز أيضا الثالث هو الرابع، الرابع نعم في هذه اللحظات وبهذا الأبداع. بينما المركز الخامس، المركز الخامس عطونا اللي هي حشمة ومحمد بن سيل بن سالم بن هيا العامري قدم حشمة على مستوى المركز الخامس. اللي بعد المركز الخامس، اللي بعد المركز الخامس، أتابع هذه
الأسماء تابع هذه الشعارات وتابع هذه التحديات المستمرة. ما شاء الله 3 كيلومترات انتهت. انتصفت المسافة وقلب الخف على الخف محين يا الربع. الله شوف للشعارات الأخرى، شوف للشعارات التي شاركت في هذا الانطلاق وسارت في هذا المسار المستمر ما شاء الله وتبارك الرحمن. ولكن بعود مع مقدمة الشوط، بعود مع مقدمة الشوط في هذه اللحظات وبهذا الإبداع وبهذه الإثارة. شوف هذلل المهجنات الأصايل التي تستمر نحو هذا الانطلاق وهذا الإبداع المستمر الصباحي ما شاء الله. هناك مياسة، لا زالت مياسة على مقدمة الشوط مع المركز الأول، تتقدم الجموع في هذه اللحظات وبهذه التحديات المستمرة على الصدارة ومقدمة الشوط ما شاء الله. هذا مبارك بالعود، بن حمد بالعود العامري يقدم مياسة بهذا التقدم وبهذا الإبداع المستمر نحو الصدارة ومقدمة هذا الشوط. وقدم مع أول الأشواط اللي هي قازية، قدمت العرض ما فيها الكفاية ما شاء الله. يأتي دور مياسة مع المركز الأول في هذه اللحظات وبهذا الاندفاع الأول الصباحي ما شاء الله وتبارك الرحمن. شوف الرقص وشوف الإبداع وشوف الإثارة على مقدمة الشوط لحالها مع المركز الأول، ودخلت الكيلوين المترين الأخيرين في هذا الصباح وبهذا الإبداع المستمر على الصدارة ومقدمة الشوط. شكرا يا بالعود على هذه المشاركة، على هذا الإبداع والتحدي والإثارة على مقدمة الشوط. أعطونا المركز الثاني، المركز الثاني بحق مشروع، نتابع المركز الثاني في هذه اللحظات وبهذا التقدم. هذه هي تأتي كذلك بدورها مع المركز الثاني وتتقدم اللي هي أيضا طرفاشة، أيضا منصور بن سهيل بن هية العامري، منصور بن سهيل بن هية العامري يتقدم مع المركز الثاني. حفايف مع المركز الثالث، محمد بن هلال بن حربي الخيلي الوهيبي وصل مع المركز الرابع في هذه اللحظات من خلال تواجد قسيورة 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 قسيورة. يا سلام عليها، السهيل بن محمد بن أحمد الوهيبي يأتي بدورة مع اللي هي قسيورة مع المركز الرابع في هذه اللحظات وبهذه التحديات المستمرة ما شاء الله وتبارك الرحمن. بدأ الرقص المركز الخامس. أعطونا هذه هي أيضا تأتي في هذه اللحظات حشمة، ويقدمها أيضا محمد بن سهيل بن سالم بن هي العامري مع حشمة خاطفة للمركز الخامس اللي بعد المركز الخامس. تابع لي هذه الدلل أيضا بدورها في هذه اللحظات وبهذه التحديات المستمرة. لكن بسير على الصدارة مقدمة الشوط والمركز الأول، الانطلاق الإبداع في هذا الصباح وبهذه التحديات المستمرة. الكيلو الأخير والرقص الجميل، يا سلام يا سلام، وش هذا الرقص وش هذا الإبداع يا بالعود، يا ما إن شاء الله على هذا الرقص الجميل ما إن شاء الله وتبارك الرحمن. حي من مياسة مع المركز الأول. شوف مياسة وشوف شكلها وشوف انطلاقها في هذا الصباح وبهذه التحديات وبهذا الرقص الجميل ما شاء الله. العصافير الأبطال ما حد قالها شيء. يا سلام، هل يا ترى التوقيت بيتزعزع في هذا الصباح وبهذه التحديات المستمرة وبهذا الانطلاق المستمر مع مياسة مبارك بالعود بن حمد بالعود العامري. رقص جميل، أبداع صباحي في هذا الصباح وبهذه التحديات المستمرة ما شاء الله وتبارك الرحمن. يا سلام يا مياسة على هذا الإبداع التحدي المثير نحو مقدمة الشوط والمركز الأول. الإبداع الأخير والأمتار الأخيرة، يا سلام عليها مياسة على مقدمة الشوط. مبارك بالعود بن حمد بالعود العامري يقدم مياسة والعصافير الأبطال ما حد قالها شيء. تهانينا وناموسة لحظة وصولها عبورها نحو خط النهاية. سلام زاخر سلام على هذا الفوز الجميل وعلى هذا الانتصار بدون تنافس على الإطلاق. فتهانينا وناموسة على فوز مياس وحصولها على المركز الأول، كما نبعث التهنية لدعم هذا الشعار العود بن حمد بن العود العامري. قسيورة قدمت العرض ما في الكفاية مع المركز الثاني، السهيل بن
محمد بن احمد الوهيبي خذت المركز الثاني، والمركز الثالث كانت هفايف، وقدم محمد بن هلال بن حرب الخيلي. المركز الرابع كان وصول الشامخه ومحمد بن معبر محمد بن كلهم الخيلي، والمركز الرابع كان وصول وتقدم من خلال تواجد حشمه، وايضا هناك محمد بن سهيل بن سالم بن هيا العامري. توقيت الزمن الذي يتحطم من خلال تواجد اللي هي ايضا مياسه، 9:10 تهالينا ونابوس ايضا من قدم مياسه. هناك مبارك بالعود بن حمد بالعود العامري، والسلام يا زاخر، سلام وسلام ايضا لاهالي صبره.